أن أفعل التفضيل يأتي على ثلاث حالات. الحالة الأولى وهي الأصل أن المفضل والمفضل عليه يشتركان في الفضل مع أفضلية المفضل، زيد أكرم من عمر فكلاهما كريم لكن زيد أكرم. الحالة الثانية أن يكون المفضل عليه خاليا من الفضل كما هنا، فالمفضل مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمفضل عليه مسجد الضرار، فتكون هذه الحالة خارجة عن أصل أفعل التفضيل، فليس في المفضل عليه فضل، فقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل في مستقر أهل النار خير أو لهم حسن مقيل؟ لا، لكن هذا الفضل ثابت في مستقر أهل الجنة. الحالة الثالثة أن يخلو المفضل والمفضل عليه من الفضل، وذلك كقول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. كلاهما شر، الحلف بالله كذبا شر، لكن أشر من الحلف بغير الله ولو كان على وجه الصدق. فقوله أحب إلي، ليست هناك محبة في قلب ابن مسعود لا لهذا ولا لهذا،